احنا بنتكلم بقالنا عمر في الحكام كتير قوي، احنا عايزين حلول. ايه ما تقوليش برضه الحلول احنا نعمل لجنه وخمس ليه؟ انت مش لجنه. لا مش قصدي، انا بقول لك اللوائح. يا لا انا قصدي كابتن ياسر الموضوع بقى قديم جديد في كل وقت، وانا كان في بعد سنتين ثلاثه بعد 15 سنه بعد كل ازمه ما فيش لوائح. ايه المانع؟ ايه المانع زي ما قال فريق اللجنه؟ هو ده الحل، لجنه حكام محترفه. حلو قوي، ما فيش برضه مشكله. ايه المانع ان انا اشوف مقترحات؟ دول ما انا بشوف مقترحات من الانديه، مقترحات من بعض الاراء من خلال المواقع، اسمع للناس، اسمع اشوف بس انفذ، مش اجامل. كابتن ياسر من ينافس على الدوري هذا العام؟ يعني اعتقد يعني الاهلي، يعني مش تقليل من ينافس، مش فرقه، مش فريق واحد يعني. يعني مين الفرق اللي انت شايف ادائها لا في الثمان اسابيع دول ينافس؟ لا في بيراميدز عامل شكل كويس بامانه، شهد الحق برضه، عمل شكل كويس للدوري. بقى لي ناس كتير بتتفرج عليه، لعيب مش طبيعي ما شاء الله، يعني حاجه تفرق. مش طبيعي، حاجه يعني اللي احنا عندنا اللعيب زي ده في الدوري المصري عندها بيعلي قمه الدوري المصري على فكره. ايوه احنا مش عايزين نحط ايه فرقه بيراميدز، الناس كلها بقت بتتفرج، ماشي ايه المشكله؟ فرقه لها شكل دلوقتي، من ضمن الفرق اللي بتنافس على الدوري، وحق مشروع لاي فريق عايز ياخد بطوله. الاهلي من ممكن يكون في وقت من الاوقات الناس مش عاجبها اداء، لكن انا يهمني النتيجه، وده النادي الاهلي هو اللي مش بيه باستثناء ماتش الانتاج، وده خارج بره عن اراده لعيبه النادي الاهلي. ده يعني الحكم كان فيه زي ما بنقول ظلم، بس انا مش هاجي الحكم ورد اللي هو يخطا. أيوة. معايا بس مش هنيجي برده على الحته دي، لكن في اهلي ماشي كويس، في الزمالك ماشي كويس، في بيراميدز ماشي كويس، في الانتاج الحربي ماشي كويس، عامل فرقه كويسه يعني كويس. في بعض لسه سموحه وسموحه ماشي كويس، بس كل ده برضو ما اقدرش احكم في خلال ست سبع اسابيع اقول الدوري. لا انا بقول مين ينافس. اللي ينافس برضو ما اقدرش، هو طبيعي ياخد الدوري، طبيعي اللي ينافس فرقتين ثلاثه، لكن هو طبيعي فرقه زي بيراميدز داخله وداخله بشكل كويس وشكل قوي، عايزه تنافس وشكلها بتقول انا عايز ابقى موجود. احسن مدرب في الدوري في الثمان اسابيع اللي فاتوا؟ احسن مدرب في الفتره اللي فاتت اعتقد، يعني مش انا برضو مش عشان انا اهلاوي، بس هو النادي الاهلي الضغوط اللي باي مدير فني بيمسك النادي الاهلي بعتبره رقم واحد. ليه؟ بطولات افريقيه وبطوله عربيه ومطلوب منه مكسب على طول، ومطلوب يعني باستثناء الاهلي. مين باستثناء الاهلي؟ في طبعا الكابتن مختار ماشي كويس جدا، وخطوات ثابته للفريق وامكانيات محدوده، في برضه بامانه برضه هشام زكريا ماشي بشكل كويس، في مدربين وعلي ماهر، وفي علي ماهر ماشي الموسم الثاني على التوالي. يعني الماتش الاخير بتاع الاسماعيلي كمان علي ماهر كويس جدا. ايوه الاسماعيلي ده مشروع برضه مدرب كويس. يعني في ثلاث اربع مدربين على الصحه لافتين النظر كويس قوي. مين احسن حارس؟ احسن حارس ما زال الشناوي، محمد الشناوي. محمد الشناوي نصيحه للحضري؟ لا انا من زمان بقولها، مش الوقت حالا، لازم انا اعتزل مش لازم انا اعتزل بشكل مش كويس. انا عصام الحضري، ايه الانجازات اللي انت تعملها؟ ايه اللي انت وصلت اللي انت وصلت ولعبت كاس عالم، وخدت قبل كده كاس بطولات مع النادي الاهلي، وخدت بطولات مع افريقيا في منتخب، وعملت انجاز لان صراحه نزلت للجمهور قال له ارحل، ما هتتقال هتتقال خلي بالك. وجمهور الاسماعيلي ولو في اي مكان هتتقال. انا لازم امشيش بشكل في الاخر تاريخي يمحى. لا طمنا على احمد ياسر ريان، موجود ان شاء الله في النادي الاهلي، وحسب يعني انا والله ما بتدخلش في الحته دي. بس النادي الاهلي بقى له رؤيه ثانيه اكتر مني يعني. ممكن يرحل النادي الاهلي في انتقالات يناير؟ هو يعني هو جاي له بعض الفرق موجوده في الدوري الممتاز، ومعاه الوكيل معاه نادر شوقي اللي هو فرق الجونه وطلبه، بس اعتقد مستر كرتون برضو حابب اللي هو ده. المعلومات اللي بسمعها زي زيك على فكره. والله انا مش هو بيبات عند جدته معظم الاوقات، وانا ما احبش ادخل في حياته ولادي في هو يختار. انا ممكن انصحه، لكن ايه الطريق اللي هو شايفه هو بالنسبه له احسن. وانت فين من التدريب في النادي الاهلي؟ لا انا كنت موجود بصراحه كابتن فتحي مبروك، وشكرته قبل كده من خلال بعض المواقع. يعني انا كنت ماسك فريق سيدي سالم ده في الممتاز في مجموعه بحري، وما وفقتش في النتائج بتاعتي. يعني ايا كان بقى تعرف برضه التدريب ممكن توفق وما توفقش. كابتن فتحي مبروك كان حاططني في قطاع الناشئين، واعتذرت طبعا، وهو كان يعني بيلومني على اساس يعني دي فرصه قبل تبقى موجود جوه النادي الاهلي، بس انا ما كنتش اقدر. انت عارف احنا ما بدانا في النادي الاهلي، طالما انا قلت الفرقه انا مكمل معاكم، وخاصه فرقه من الفرق اللي ممتاز بيه، وقلت في نفس الوقت هي تجربه اخدها برضو مش هخسر فيها، يعني هستفاد منها ايا كانت، حتى لو هي جت عليا بالسلبي بس